لا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق هذا الشوط والخاص ايضا بالجعدان. ما شاء الله اعداد رائعه وجميله وكبيره، منافسه، وان دل على شيء دل على حبهم لرياضه الاباء والاجداد وحبهم لعاصمه الميادين. نسير ايضا مباشره الى صداره، مباشره لنتعرف على المراكز المتقدمه واللي في المركز الاول ياتي في هذه اللحظات. المعرب لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة، ضيفنا العزيز القادم من دولة قطر للمشاركة، بينما اللي في المركز الثاني الدكتور حمد بن عبد الله بن لويع العامري ياتي في المركز الثاني، بينما اللي في المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز من الشارد سعيد بن محمد بن خيلة العامري يتواصل ايضا هنا بانطلاقات ايضا عيد المشايخي بخبرة رائعة وجميلة، ولكن الدخول في هذه اللحظات على المركز الرابع اللي وصل هنا شاهين مسلم بن سالم بن ناصر بن حمد العامري ياتي على المركز الرابع، والمركز الخامس ضيف لراشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي، وهنا ايضا وصل في هذه اللحظات شعار ابو علي ياتي مع مشعل مسر بن علي بن مسر الخيالي، ياتي هنا يبحث عن نقطة ذهبية كما فاز ايضا بنقطة ذهبية في ميدان الغربية، يتواصل بانطلاقات الرائعة والجميلة. الدخول من الجانب الاخر ارهاب راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، كفانا الله الارهاب يا بن رشيد، وصل في هذه اللحظات ولكن يرهب ايضا المشاركين بمنافسة القوية، وهنا ايضا الوصول من خلال هذا التواصل والدخول من حامل الرقم 7 اللي تدخل بهذه اللحظات عكاظ محمد بن سعيد بن علي اليربوعي المري، بدا يتدخل من عمق الميدان، والوصول من مشوش مبارك بن سالم بن راشد الساعدي تدخل بهذه اللحظات. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى التنافس القوي والتحدي المثير والتحدي المثير اللي وصل في هذه اللحظات، بدأ يغير اللي هو مشاهدين الأعزاء الدكتور حمد بن عبد الله بن لويع العامري، وصل في هذه اللحظات بدأ ينطلق من لويع يسير إلى مقدمة الشوط، يقدم لنا أيضا هذا الاسم هنا حامل الرقم 22 اللي على الصدارة على المركز الأول، بينما هناك المنافسة القوية وأيضا المثيرة من المعرب لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة بدأ يتدخل، ولكن هنا أيضا إرهاب وصل إرهاب في هذه اللحظات، يأتي هنا لراشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي بدأ يتدخل من عمق الميدان، هنا الكيلومتر الاخير بتواجد ايضا احد شبابنا المضمرين سعيد بن عبيد بن رشيد، يتواجد هنا بن علي بن عبيد بن رشيد بالفعل، ولكن اللي تدخل في هذه اللحظات المايدي حميد بن سالم القبع المنصوري بدا يتدخل من عمق الميدان، وصل مكرم محمد بن خويتم بن بخيت بن خويتم العامري، وهنا الدخول اللي وصل في هذه اللحظات اللي تدخل هنا شاهين محمد بن القرين بن علي العامري، تألق كبير مع هذا الشعار ومع ماركة ريسنج بالفعل التي بدأ يشار لها بالبنان من خلال مشاركات أيضا وإنتاج ريسنج. هنا مشاهدين الأعزاء بدأ يغير إلى الصدارة، بدأ يغير إلى مقدمة الشوط، ولكن اللي أتى من الزاوية اليمنى هنا علي بن حمد بن براك المري مع شاهين اللي بدأ يغير من الجانب الآخر، يسير مشاهدين الأعزاء بدأ يغير الصدارة والمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذه الاسماء اللي ايضا غير من الجانب الاخر، الذيب عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي، وصل الشامسي هنا، ياتي ايضا الغيلاني يقدم هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير. سلام زاخر على هذا الاندفاع الكبير، على هذا التحدي المثير. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هذا وخذ ذيبه بالفعل، خذ ذيبه من الام بالفعل، اشكرك يا بن عميره، اشكرك يا بن عميره، ذيبه السيوف والرموز. ياتي هنا مشاهدينا الاعزاء الذيب عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي المركز الثاني اللي وصل في ثاني المراكز. مشاهدينا الاعزاء هناك حامل الرقم 13 شاهين علي بن حمد بن راك المري المركز الثالث، حامل الرقم 49 في ثالث المراكز اللي هو محذر مبارك بن غانب السودي المنصوري، مركز الرابع شاهين محمد بن القرين بن علي العامري المركز الخامس،
المايدي حميد بن سالم بالقوبع المنصوري. هكذا نعود الى التوقيت الزمني، الذيب عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي يفوز باربع دقائق 34 ثانيه وفاء وتماما وكمالا. سلام يا بن عمير، السلام على هذا الفوز، مشكور يا ابو غانم. المركز الثاني وصل اربع دقائق 36 ثانيه وجزءا واحدا من الثانيه، اللي هو شاهين علي بن حمد بن براك المري. والمركز الثالث كان دخول رائع وجميل ايضا من حامل الرقم 49 اللي هو محذر مبارك بن غانم السودي المنصوري، اللي فاجانا في الامتار الاخيره بالفعل اربع دقائق 38 ثانيه وفان وتماما وكمالا. تهانينا والناموس.